وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة تتطلب من الحكومات البحث عن كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام. وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل على مواكبة الركب التكنولوجي السريع وبناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية، مشيرا إلى أن الدولة تدرك أهمية استغلال ودعم الطاقات الشبابية المبدعة. إن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة، وتتطلب هذه التغيرات منا كحكومات البحث في كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن 21 ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، وفي الوقت ذاته بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المبدعة، خصوصا أن الشباب في مصر يمثلون شريحة ضخمة من تركيبة الشعب المصري، وهذه ميزة تدركها الدولة المصرية وتعمل على استغلالها ودعمها.